السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء على الشاطئ والزينة، حياكم الله في حلقة جديدة بعد غياب طويل. وشرحنا الأسباب عدة مرات للانقطاع، لأن بسبب صار هواي باليوتيوب والتواصل الاجتماعي وضغط هواي وقلة الجمهور وقلة المتابعين، لهذا توقفنا. لأن كل شيء يصير بذخ ويصير كثرة يصير ملل، يعني حتى هي شركة يوتيوب صار عليها ضغط، يعني تصور بالدقيقة واحدة ملايين ينزلون، عكس أول ما نزل يوتيوب الازدحام والكل يتمنى يشوف مقطع يوتيوب. اخترت هذا الببغاء الجميل الراهب، وهو فعلا رهيب وراهب في شكله وتصرفاته وذكاءه المذهل. ومثل ما قلت لكم، بعد ما آلفني، آلف صوتي، آلف شكلي، آلف وجهي، اتعلق بي بصورة جنونية ورهيبة، وما يخليني حتى لا أصلي لا أكل، إذا هو برا دائما يريدني. وبعد ما نزلنا مقطع إنه شلون انثبته بالأرضية، هسه بلشت وياه شلون أخليه يحط لي فلوس بالصندوق، وهذا أول تمرين وبديت وياه ببساطة، يعني باعتباره هو صغير وأول مرة يتعود على التمرين، خليت عنده هذا اللي 50 سنت. بمجرد أول لقطة احنا سوينا هذا البرنامج او التدريب سابقا، لكن بالإعادة إفادة، بمجرد ان يلمس قطعة النقود انطيه المكافأة واقول له شاطر وشجعه دائما مثل ما تلاحظون. وهو عمره تقريبا شهرين، خلص شهرين، دخل بشهر الثالث بلشت ادربه، ودائما اطري عليه والكلام الطيب حتى يستجيب للأوامر او للطلبات. وهذا الببغاء أي واحد يريد يشتري أنصحك تشتري صغير، لأن تشتري كبير راح يتعبك بصوته المزعج، لكن إذا تشتري صغير مثل ما تلاحظون هادئ وحباب، لكن يحب اللعب. إذا واحد ما عنده وقت لا يشتري هذا الببغاء، يريدك يمه وتلعب وياه، وفرصة إذا طلعته من القفص أدربه حتى أستمتع وياه، وهو هم يقضي وقت حلو وجميل، لأنه هو يحب اللعب. أطلع ساعتين يمكن تقريبا نهاية النهار أطلع حتى يلعب وفرغ الطاقة اللي عنده، ويصير المغرب ينام، وينام أكيد ينام شبعان ومرتاح. وهذا يحب الفواكه والخضار وجميع الحبوب. شاطر، تلاحظون يومية دربة تقريبا 45 دقيقة. فإذا صار المدرب شاطر وعنده صبر وببغاء ذكي، راح تصير التمارين والتصرفات والحركات جدا جدا مذهلة. وهذا أول تمرين وياي، وبعد أكو أفكار هواي أعلم شلون ينام على ظهره ويلعب. تلاحظون هسه قطعة نقود هو يجيسها ويأخذها، بس ما يعرف يسويه، ما يدري شنو أريد من عده. فمجرد أن يأخذها أنا أخذها وأقول له عاش شاطر سبع حباب، وبالأخير راح يعرف أنه هاي قطعة النقود واجبة يحطها بإيدي حتى يحصل مكافأة، لكن البداية ما يعرف شنو يريد. وبعدين أجيب الحصالة والصندوق مال الفلوس، أخليه ووريكم خطوة خطوة شلون أخليه يخلي قطعة النقود يضعها في الصندوق، لكن هسه ما يدري هو شنو يريد من عده. وبعدين راح يعرف، حتى لو حطها مسافة مترين ثلاثة يروح يجيبها ويحطها بإيدي، يقول لي تفضل بابا، وأنا أقول له شكرا وأعطيه قطعة النقود. بس يشيلها، يقول أنا لو شلت هاي قطعة الفلوس راح أحصل مكافأة، بس ما يدري أنا أريدها يحطها بإيدي مو بس يشيلها. لكن مهما يكون أتعامل وياه كأنه بالحضانة أو بالروضة، أتعامل وياه بكل هدوء وحباب. صغيرون ما يعرف شنو اريد من عنده. جلست وياه جلسات هواي عدة مرات. حطها بيدي واقول له شكرا عافية شاطر. هاي الجلسة قبل الأخيرة تقريبا زين صار، لكن بعد يحتاج يشيلها ويحاول يحطها بيدي، لكن أريده من مسافة بعيدة يجيبها. وإذا تتابع وتتابع
الحلقة إن شاء الله تقدر تطبقها على طيورك. تدرون قبل سنوات أنا سويتها على الروز وعلى الفيشر وعلى الكوكتيل، ما شاء الله هذول الببغاوات يتقنونها، حتى تصرفاته وحركاته كأنه طفل. ذكي سبحان الله. حتى يعني مو بس هاي القناة، هواي قنوات بيها مليون أو أكثر لكن التفاعل قليل، لأن قلت لكم الكل عنده قنوات والكل يريد ينشر، فنخفف حتى لا يصير ملل. أي واحد يعني نبات، واحد أصدقائي يقول لي ما لك شغل بالمتابعين، تنشر ما لك شغل. فكل واحد إذا مثل مباراة ما بيها جمهور المن ينشر، إذا إمام جماعة يصلي ما وراء جماعة المن يصلي جماعة، وإذا واحد يحكي ماكو مستمعين المن يستمع، يصير كنا فضولي يحكي وبدون متابعين وينزل حلقات بدون متابعين، ماكو فايدة. فنقلل بالحلقات مثل ما قلت لكم، أنا هم عندي مشاغل، عندي دراسات وعندي التزامات، وحياكم الله جميعاً.